بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الباب الثاني، النمو تعريفه ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه. الإنسان بيمر مراحل نمو مختلفة، وهناك مبادئ معينة لهذا النمو. وقبل ما نروح للمبادئ وقوانين النمو ونظرياته، فنقدر نعرف النمو سلسلة التغيرات اللي بتحدث للكائن الحي منذ لحظة الحملة وحتى الشيخوخة أو الوفاة، ذلك في الجوانب الجسمية والعقلية والإنفعالية والاجتماعية واللغوية. طبعا في فرق ما بين النمو وما بين الارتقاء. نمو كبر حجم الجسم، أما الارتقاء كيفية النمو، هل العقل بيعمل بكفاءة أم هناك تخلف عقلي أو ضعف عقلي أو توسط في العقل. نبدأ في عملية النمو. بيتضح من التعريف اللي احنا قلناه انها سلسلة متصلة تبدأ منذ الحمل حتى الطفولة المبكرة والمتأخرة والمراهقة والشباب والرشد والشيخوخة. المضمون الثاني اللي في التعريف يشمل جميع الجوانب الجسمية العقلية الاجتماعية الانفعالية واللغوية، وهذه الجوانب متفاعلة فيما بينها وتؤثر فيما بينها. تعال نشوف بقى مبادئ عامة للنمو، وممكن تسأل في سؤال أو قوانين النمو. أولى هذه المبادئ وهي النمو عملية بتسير من العام إلى الخاص. إن الوليد، كلمة الوليد يا جماعة اللي هو لسه طفل صغير جدا، يعني يتراوح عمره منذ الميلاد حتى نهاية الأسبوع الثاني، فبيطلق عليه كلمة وليد. يستجيب للمواقف العامة بطريقة كلية، ثم المواقف الخاصة أو الجزئية. زي إيه بقى؟ قال الطفل يحرك جسمه ككتلة واحدة ويلتقط الأشياء التي تقع أمامه، ثم يتعلم كيف يحرك يديه فقط. يبقى الجسم ككل ده العام، يديه فقط ده الخاص. مثال آخر، ويمشي الطفل في البداية بحركات غير منتظمة لأجزاء جسمه، وطبعا بعد ذلك يبدأ التناسق بين اليدين والرجلين. الطفل برضو عندما يسمع مصدر الصوت، مثال ثالث، فإنه يلتفت ككل بكل جسمه. أما عند الارتقاء فبتتعدل حركته ويتم التفاته عن طريق الرأس أو الرقبة. فده دليل على أن النمو بيسير من العام إلى الخاص. لو جاب لي بقى النمو بيسير ونقط، وبعدين هو يجي يقول لي بقى من العام إلى الخاص ومن الخاص إلى العام، من العمومية إلى النوعية، هذه الاختيارات طبعا هي بتعتبر من العام إلى الخاص. القانون الثاني أو المبدأ الثاني، النمو تغير مستمر. هناك تفاعل بين كائن عضوي بيولوجي ورث كثير من الاستعدادات يتعرض لها من مؤثرات سواء دينية مادية نفسية واجتماعية، ولا يتوقف النمو عند مرحلة الطفولة بل امتداد للزمن ككل، وينتقل من مرحلة إلى أخرى مكتسب كل ما يؤهله للنضج لهذه المرحلة. طبعا هنا لو جاب لي سؤال، هل النمو يتوقف عند مرحلة وينقط الطفولة المبكرة المتأخرة لا يتوقف ويستمر حتى الوفاة؟ طبعا هو لا يتوقف ويستمر حتى الوفاة. توجد فروق فردية بين الأفراد في معدلات النمو. هناك اختلاف ما بين الأفراد في الجانب الجسمي والعقلي والاجتماعي والإنفعالي، دول أربع مكونات. ولذلك نجد حتى التوأم المتشابه، يعني شكل بعض تماما جسمانيا، ولكن هناك اختلاف في الجانب العقلي. ذكاء طفل أعلى من الآخر، هناك اختلاف في الجانب الاجتماعي أو الإنفعالي، شخص بينفعل بشدة تاني بتوسط. إذن توجد فروق فردية بين الأفراد وبين الإخوة الأشقاء والتوأم المتناظر أو المتشابه. يعني نجد أن لا توجد شخصية مثل الآخر تماما، ولذلك بنقدر نقول أن شخصك لن يتكرر. المبدأ الرابع، تميل جوانب النمو المختلفة إلى الارتباط بعضها ببعض. ده طبعا عن طريق مثال نوضح أنه عندما تكون نسبة ذكاء الطفل أعلى يمشي مبكرا وينطق مبكرا عن الطفل الأقل ذكاء، يتأخر في المشي، يتأخر في الكلام. القانون الخامس، تختلف سرعة النمو من مرحلة لأخرى. هناك نمو سريع وهناك نمو بطيء.
النمو السريع في المرحلة الجنينية، يبقى الجنين وطفولة مبكرة اللي هي من سن 2 لـ6 وطفولة متأخرة طبعا النمو بطيء، والمراهقة النمو سريع جدا. المراهقة من 12 لـ20 سنة. بطء النمو في مرحلتين، الطفولة المتأخرة اللي هي من 7 لـ12 ومرحلة الرشد اللي هي الشباب من 21 لـ40. دي المراحل اللي فيها سرعة في النمو وبطء في النمو. القانون السادس، يسير النمو في اتجاهات طولية واتجاهات عرضية. النمو يسير يا جماعة في اتجاه طولي زي ايه؟ قال لي زي من الرأس الى القدم، واتجاهات عرضية من منتصف الصدر الى اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. يبقى النمو يسير في اتجاهات، ويقول لي نقط، هل محورية متعامدة ولا منحنية، ويجيب لي اي كلمتين تانين. طبعا هي محورية متعامدة، خلي بالك من الكلمة اللي ممكن تسألني في اختيارات. دي قوانين النمو، وطبعا هندخل في العوامل المؤثرة في النمو. هذه العوامل بعد ولادة الطفل مباشرة بيتأثر بكثير من العوامل. أولنا الوراثة، انتقال الصفات أو الخصائص الوراثية من الوالدين إلى الأبناء، ذلك عن طريق الموروثات أو الجينات التي تحملها الكروموسومات التي تحتويها البويضة المخصبة بالحيوان المنوي بعد عملية التلقيح والإخصاب. الخلية الإنسانية تتكون من جدار خلية وبروتوبلازم، والبروتوبلازم يحتوي على سيتوبلازم، والنواة بها الشبكة الكروماتينية المكونة من خيوط رفيعة يطلق عليها الكروموسومات اللي تحمل الجينات، وتتحدد جميع الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء. هل ممكن يجيب لي سؤال اختيارات؟ اه ممكن يجي يقول لي الشبكة ونقط التي توجد داخل النواة، ويجيب لي اختيارات بروتوبلازم، سيتوبلازم، كروماتينية. طبعا كروزومات هي الشبكة الكروماتينية في هذا الاختيار. الغدد متعددة في جسم الإنسان، وهذه الغدد تتكون من أنسجة، تتكون من خلايا عصبية وخلايا عضلية. يحتوي الجسم على كثير من الغدد، وأولى هذه الغدد وهي الغدة القنوية، وهذه الغدد لها قناة تسير فيها إفرازاتها زي الغدة الدمعية واللعابية والعرقية والدهنية، وهناك الغدد اللا قنوية اللي هي الصماء، تطلق إفرازاتها بمواد كيميائية تسمى بالهرمونات في الدم مباشرة، وترتبط وظائف الغدد الصماء ارتباطا وثيقا بوظائف أجهزة الجسم المختلفة، وبتعمل عملية ضبط السلوك الانفعالي والتوازن في هذه الإفرازات، يؤدي إلى وجود شخصية سوية أو سليمة. أما اضطرابات هذه الغدد تؤدي إلى اضطرابات نفسية وجسمية، وإلى سوء التوافق النفسي والاجتماعي واضطرابات شخصية. طبعا سوء التوافق يعني عدم الرضا عن النفس أو عدم التفاعل الاجتماعي الجيد مع الآخرين. دي بسميها الغدد اللاقنوية الصماء. وطبعا عندنا من أمثلة هذه الغدد الغدة النخامية أسفل المخ. هذه الغدة وتعتبر مهمة جدا بالنسبة للشهور الأولى في حياة الجنين. نقص هذه الهرمونات من الغدة النخامية في الدم قبل البلوغ يؤدي إلى إعاقة نمو العظام، ويتحول الطفل إلى قزم. ده النقص. أما زيادة هذه الإفرازات في مرحلة البلوغ تؤدي إلى نمو سريع وشاذ في عظام الجذع والأطراف، ما لاقيش في اتساق في جوانب النمو، وبالتالي ده زيادة إفراز هرمون الغدة النخامية. عايز أقول حاجة، إن الغدة النخامية المسؤولة عن عملية نقل الفرد من طفل إلى مراهق، لو تم الإفرازات يوصل إلى المراهقة، لو ما تمش بيفضل في حياة الطفل. الغدة المهمة جدا الغدة الدرقية، وتفرز هرمون السيروكوسين دوت اللي بيضبط عملية تحويل الطعام إلى طاقة، ويمد الخلايا بالحرارة اللازمة، يعني وظيفتها ضبط عملية تحويل الطعام لطاقة، والوظيفة الثانية يمد الخلايا بالحرارة اللازمة. نقص هذا الهرمون يؤدي إلى شعور الفرد بالبرودة بصفة دائمة، وبالدوار أو الدوخان أحيانا، وعدم النشاط، وقلة الرغبة في العمل، وبطء التنفس، وقلة الرغبة في الطعام، وبطء ضربات القلب. ده
ده نتيجة نقص هرمون السيروتونين في الدم. أما الزيادة في الإفرازات عن الحد المطلوب أو العادي بيؤدي إلى أن الطفل بيعاني من العصبية وعدم الاستقرار في ضربات القلب وصعوبة التنفس وكسرة الحركة. طبعا الغدد مؤثرة جدا في عملية النمو. وهل ممكن يجيب لي سؤال اختياري؟ اه طبعا، ويقول لي الهرمون السيروتونين تابعا للغدة ونقط، هل الدرقية، هل النخامية، هل العرقية، هل الدمعية؟ طبعا هي الغدة الدرقية. الأسرة مهمة جدا ومؤثرة في عملية النمو بالنسبة للطفل. إذا كان هناك الود والحب يسود بين الوالدين والطفل وقبوله والثقة والاحترام، فهذا يجعل الطفل يتقبل ذاته ويتقبل الآخرين ويثق فيه. وذلك أنت لما نشوف في السنة الأولى بيشعر الطفل بالثقة بالآباء. في حين نجد أن العلاقات التي تسودها الحماية الزايدة، يعني أن أنا أحمي الطفل، أو السيطرة المبالغ فيها، أو التهاون، أو التسلط، أو الإهمال، أو الرفض، تؤدي إلى زيادة اعتمادية الطفل. بيعتمد على الأسرة دائما، لا يعتمد على الاستقلال الشخصي أو الذاتي، وشعوره بعدم الثقة والعجز والنقص. فهذه العلاقات الطيبة مع الإخوة وخالية من تفضيل طفل على طفل تؤدي إلى النمو السليم والسوي بالنسبة للطفل. فالأسرة لابد أن يسودها جو من الحب حتى يشعر الطفل بالثقة والأمان في داخل هذه الأسرة. العامل المؤثر الثالث وهو الغذاء، مهم جدا لأنه بيعطي الجسم الطاقة اللازمة ويساعد في بناء خلايا الجسم وتعويض التلف منها، بالإضافة أنه يسهم في وقاية الإنسان من الأمراض الناتجة عن النقص الغذائي. ويجب أن يكون الغذاء مهم جدا ومتناسق ومتنوع به كل العناصر، ما اعتمدش على عنصر واحد حتى يؤدي للنمو السليم. من العوامل المؤثرة في نقل الطفل من الأسرة إلى جو بقى من المدرسة أو شبه المدرسة اللي هي الروضة ودور الحضانة، انتقال الطفل من البيت للمدرسة بتؤثر وتؤدي إلى طبعا تنشئة اجتماعية عامة، مؤثرات خارجية غير النمط التكراري الأسري، وهناك خبرة الذهاب إلى المدرسة، دي تغيرات توجه الطفل إلى تحقيق نضجه الاجتماعي. خلي بالك من كلمة نضجه الاجتماعي. وأيضا اتساع عالم الطفل الاجتماعي وزيادة صلته بالآخرين، وهناك الجوانب الانفعالية والاجتماعية اللي هي محصورة في دائرة الأبوية، لا بتبدأ في الاهتمام والتعلق بأشياء خارج نطاق الأسرة. العنصر الثاني اللي بيكمل بقى المؤسسة أو الرسمية المنظمة هي المدرسة. لو جاب لي اختيارات بقى المؤسسة الرسمية المنظمة، مش رياض الأطفال، لا المدرسة، اللي طبعا ديت بتوصل إلى مهام تربية النشأ وتعليمهم بشكل ثقافي مقصود وفقا لنظم معينة، ومن خلال نقل الثقافة واكتساب أنماط السلوك والتفكير وتكوين العادات والاتجاهات. لو أنا لقيت تكوين العادات والاتجاهات الاجتماعية والقيم المنشودة، إذن دي المدرسة المؤسسة الرسمية. العادات والتقاليد المتبعة في المجتمع والاتجاهات، كلمة الاتجاهات وهي رأي الفرد في مشاكل اجتماعية، وتدريبهم على طرق وأساليب تنمية استعدادهم ومهاراتهم واستثمار الطاقات إلى أقصى حد. وتعد المدرسة حلقة وصل بين الأسرة وبين المجتمع العالم الخارجي اللي يطور النمو ويؤهله لمواجهة الحياة وحل المشكلات وقيامه بالدور الاجتماعي والمهني. جماعة الرفاق من العوامل التي لها تأثير إيجابي وسلبي. التأثير الإيجابي اللي هو بيؤثر في الطفل في اكتسابه للقيم وأيضا التوافق النفسي والاجتماعي، وخصوصا في الطفولة والمراهقة، لأن بيؤثر الصحبة على نشأة هذه الأفراد. الجانب الآخر السلبي، لو أن هؤلاء الرفاق رفضوا طفل من الأطفال، بيؤدي للشعور بالوحدة النفسية وازدياد مشاعر الاكتئاب وانخفاض قيمة الذات. وسائل الإعلام من أهم المصادر التنشئة
لأنها تمد تمد الفرد بالمعلومات، وهي ثورة معلوماتية عن طريق اكتسابه للمعلومات والثقافات الجديدة، واكتسابه القيم إيجابية أو سلبية أو أيديولوجية متعارضة، وهذه المؤسسة تؤدي إلى بناء اتجاهات معينة من خلال الجماعة الصغيرة التي ينشأ فيها. الإنترنت والكمبيوتر ده العامل التاسع والمؤثر في النمو، ثورة معلوماتية وتكنولوجيا وعصر المعلومات والانفجار المعرفي، وطبعا له إيجابياته والاتصال بالعالم وبالمعلومات الحديثة، ولكن كثرة اهتمام الفرد بالإنترنت والكمبيوتر له مشاكله ومخاطره، منها صعوبة التحقق من مدى دقة وصحة المعلومات. مش كل معلومة على الإنترنت صحيحة. الدخول إلى غرف الاتصال بيتبادلوا الحديث مع أشخاص غرباء لا يعرفونهم ولا يعرفون أسرارهم الشخصية ومقابلتهم خارج المنزل، فده ممكن يؤدي إلى أشياء سيئة. أيضا استهلاك ساعات طويلة من العمل مما يؤدي إلى إهمال الفرد لعمله، ويقل التواصل الاجتماعي مع الآخرين. يصبح الطفل أكثر عرضة للشعور بالوحدة النفسية والاكتئاب، لأن جميع أفراد الأسرة منشغلين بعملية الكمبيوتر أو الإنترنت. دي العوامل المؤثرة على النمو، هم 9 عوامل استعرضناهم. في سؤال طبعا يعني عايز استعد له من خلال حتى الجانب المقالي، وبعد كده اعرف اختياراته، ما هو الجانب الايجابي والجانب السلبي لكل مراحل وعوامل مؤثرة في النمو. نجد ان كل واحدة من التسعة 7 عناصر لهم ايجابيات وسلبيات، انما في عنصرين يا جماعة ايجابيات فقط، رياض الاطفال والمدرسة، ومع دروس قادمة بإذن الله. وشكرا لمعلمي الكمبيوتر، والسلام عليكم.